انيوسيو، تعالى اوريكم النهارده ازاي نتعرف على مختلف انواع الكوتشوكارو او بودرة الفلفل الكوري الحار، وكمان نعمل صوص الكوتشوجان في البيت باسهل واسرع طريقة ممكنة عشان نقدر نعمل كل الاطباق الكورية اللي بتحتاج الصوص ده. ويلا نبدأ بالمكونات. اول حاجة هحتاج نص كوباية بودرة الفلفل الكوري كوتشوكارو، نص كوباية دقيق الرز، نص كوباية دقيق الشعير، وكمان معلقتين من الملح، وثلاث معالق كبيرة من السكر، وكوبايتين كبار من المية. وتعالوا نتعرف على الكوتشوكارو الكوري بأنواعه. أنا هنا عندي كوتشوكارو خشن، بيبقى موجود عندي بالمنظر ده، ولونه بيكون أفتح شوية من المطحون، هو بيكون عندي خشن زي كده. طبعا استخداماته مختلفة، بنحتاجه طبعا في الكيمشي الكوري، أرم ستيو، كيمشي ستيو، وكل أنواع الحساء والستيو الكوري. في أشكال مختلفة منه كتيرة، كأنه موجود مثلا في علب زي كده، أو موجود في الأكياس اللي احنا شفناها، وباختلاف طبعا المصانع اللي بتصنعه. وتاني نوع عندي هو الكوتشوكارو الناعم، ده استخدامه الأساسي في التابوكي والأطباق الكورية الجانبية، بيكون ناعم قوي كده بالمنظر ده، وزي ما قلت لكم إن هو موجود منه في أكياس كمان. زي ما انتم ملاحظين ان هو مطحون ناعم جدا، مفيش اي حاجة خشنة فيه، واحمر جدا، يعني لونه واضح ان هو محمر قوي. بالتالي بقى عندي كوتشوكارو خشن واستخداماته اللي قلت لكم عليها، وكمان كوتشوكارو ناعم واساسه التابوكي. ودي هي الاختلاف. تعالوا بقى نعمل صوص الكوتشوجان الكوري في البيت، او معجون الفلفل الكوري. في طاسة على نار متوسطة هضيف كل المكونات اللي قلتها لكم في اول الفيديو. طب يلا نراجع. كوبايتين من المية، نص كوباية دقيق الشعير، ثلاث معالق من السكر، معلقتين من الملح، نص كوباية كبيرة من بودرة الفلفل الكوري كوتشوكارو الناعم مش الخشن، نص كوباية دقيق الرز، ونقلب كله كويس قوي لحد ما يتقل القوام معايا. وزي ما انتم شايفين القوام ده هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده بقى هحطه في برطمان ازاز بالشكل ده محكم الغلق. بعد كده هسيبه لمدة ساعتين بره التلاجة، وبعد كده احطه يا اما في التلاجة او في الفريزر لحد ما استخدمه مرة تانية. وبس كده عملنا كوتشوجان بنفس القوام المتماسك زي اللي موجود في العلب، بطعمه ولونه ب90%. شكرا جدا للمشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تتابعوني، انا سوريا من كوريا ان ايجيبت، وده اللي بنعمله معاكم في القناة، بنطبخ الأكل الكوري، وكمان بنعمل ريفيوهات للمنتجات الكورية المختلفة، كمان بنقضي يوم كوري معاكم، وبنطلع على التلفزيون لشرح الثقافة الكورية والمصرية مع بعض، وبرضه بنعمل الأكل الكوري معاكم واحدة واحدة. أنيو.